وجهان متناقضان لواقعين على الأرض، بين صورة هذه وبين ما خلفها. فالأنقاض والنفايات لا تحجبها أشجار الأمانة المغروسة بين أكوامها. تل شاهق من النفايات يمتد مئات الأمتار طول بعرض، تكون على أرض تعود لإحدى وزارات الدولة، والأمانة تعجز عن إيجاد حل لهذا الذي يشوه منظر المدينة من جهة، ويدفع بسمومه على الساكنين بمحيطه من جهة أخرى. فد شوي راح يخلون الأزبال ويشعلون بها نار وتقوم حقيقة دخان وغازات سامة، مثل ما قلت لك يعني جنابك، وهاي الغازات يعني عندي أقارب في أماكن بعيدة تحملها الرياح تروح لغاد، مناطق أبعد من الحرية، توصل للعدل وللجامعة، وما قعدنا نشوف أي يعني إجراء من قبل الأمانة. موقع الطمر هذا يفصل بين 4 إلى 5 مناطق في بغداد، يجاور مدينة الحرية، بدأ بإخفاق الأمانة وانتهى بعجزها، والأهالي يستغيثون من أضراره وعمليات حرق النفايات التي تغطي منازلهم بين يوم وآخر. الطمر الصحي هذا، الطمر الصحي يومية باكر شايلينه وعقب باكر شايلينه، يوم باكر شايلينه وعقب باكر شايلينه، هسه يمكن ما اخذك هناك اشوفك يضربوا سياج بي ار سي، انا بعد ما حد يوصل يمه. الفكره شنو هي؟ ما بعد ما شلون اوضح لك اياها ما ادري. الى متى تبقى الامانه على التل تتفرج يتساءل مواطنون، ودورها ايقتصر على حراسه الانقاض بدل رفعها؟ اما مضامين عباراتها فلم تترجم على ارض الحريه التي يحتاج اهلها التحرر. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.